السلام عليكم. فضلا وليس أمرا، أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا موجز الأخبار، نقدم لكم جديد أخبار الجزائر لحظة بلحظة، ونتابع أيضا تطور فيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر. إذا نوافيكم بالحصيلة، حصيلة كورونا الأولية عبر قناتنا لنهار اليوم الثلاثاء 17 من شهر أوت 2021. لحد هذه الساعة تم تسجيل 21 حالة وفاة رحمهم الله، وأيضا تم تسجيل عدد إصابات فيروس كورونا الذي وصل إلى حد الآن ل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والحالة قد تكون أكثر في الساعات المقبلة لأن الحصيلة لبعض الولايات لم تصل بعد. إذا متابعينا الكرام، الحيطة والحذر وارتداء القناع والمسافة الجسدية واجب جدا، والامتثال لقواعد الحجر الصحي. وسنوافيكم بالحصيلة النهائية أمسية نهار اليوم فور الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة.